طيب هنخش على الايس كريم بتاعنا الجميل. احنا كده خلصنا بس باقي الايس كريم الحلو بتاعنا، احنا 10 دقايق تكفي؟ اه قولي ان هي تكفي الحمد لله. قبل ما اعمل الايس كريم ونعمل، هنحطه في الكاسات بتاعتنا الاول على الهادي عشان ما نبتديش ايه ونجري حوالين نفسينا. ماشي. ده ايس كريم الشهد. ايس كريم الشهد هو الكانتالوب؟ ايوه الكانتالوب. تمام اهو. ماشي. بس هو ما جمدش شويه بس عن ايه؟ عادي هيبقى منظره كده. ده ايه بقى اللي احنا ده احنا يعني انا مش فاهمه ده احنا نعمله دلوقتي؟ هنعمله حالا. اه بس نرصه دلوقتي عشان ايه؟ اه عشان نلحق. اه عشان نلحق عشان الواحد ايه اتعلم. اتعلمنا كتير قوي. اتعلمنا كتير. اه طيب معانا استاذه ياسين. طبعا هو ما جمدش شويه بس هنبتدي. لا امان احنا امان معاك. الو مساء الخير استاذه يوستينا. الايس كريم بتاعنا اهو. معانا الاتصال ولا فقدناه؟ الو مساء الخير. لا احنا عايزين نسمع صوت يا جماعه، هنا صوت واطي قوي. الو مساء الخير. طيب احنا فقدنا الاتصال، حاولي اتصلي بينا مره تانية عشان طب هنعمل الايس كريم اللي احنا شايفينه ده. بصوا ده الايس كريم اللي احنا هنعمله دلوقتي. اه الايس كريم عباره عن ايه؟ سكر بودره، كريم شانتي، لبن بودره، زبده. تمام حلو الكلام. هنزل بميه ساقعه. نقول تاني تاني. اه كريم شانتي المقادير يا جماعه، سكر بودره، زبده، لبن بودره. تمام هننزل بيه كده المقادير دلوقتي. اه دي ميه ساقعه متلجه في التلاجة او يستحسن تلج كمان. ماشي. ما تضربش كريم شانتي غير بتلج. هننزل اهو باللبن البودره مع كده كريم شانتي، لبن بودره، سكر بودره، وزبده، وميه ساقعه. ايوه هننزل كده ميه شويه بشويه اهو. طبعا الايس كريم احنا قلنا حلقاته كتيره. لو عاوزين الحلقات كلها وجميع الانواع قولوا لنا. اي حد محتاج برضو جميع انواع الايس كريم يقدر يتصل نقولها له دلوقتي. الحقيقه الصيف بيحتاج دايما الحاجات الساقعه، ان احنا طول الوقت ناكل حاجات حلوه. ولادنا طبعا بيحبوا الحاجات دي. احنا معانا اتصال، معانا ام مايكل. الو صباح الخير. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه. انا شايفه الشيف شاطر قوي فانا حبيت اخد رايه. انا بعمل الكوسه بشاميل. الله. بس باجي اقطعها الاقي غرقانه ميه، الصينيه مليانه ميه. يعني انا ما بحطش ميه، انا بحط زبده وبغطيها بتتبوخ وبصفيها كويس قوي واعمل لها بعد كده بلاقيها فيها ميه. طب ما بدل ما تسلقيها يعني اديها بلانشيه، سلق بلانشيه وحاولي تعمليها على الجريل عشان تقفلي مسام الكوسايه ما تنزلش معاكي ميه. اه دي طريقه جديده وطريقه حلوه جربتها. لان مهما تعملي وهتسلقي لازم الكوسه تنزل ميتها لان بتتهري. انا بحطها على البخار بغطيها، ما بحط مش بس ولا بحمر. واخده بال سعادتك انت. لو جيتي سلقتيها ربع سلقه وبعد الربع سلقه اديتيها زي تقفلي مسامها على جريل ولا حاجه. هتحتفظ بدرجه السوى بتاعها وفي نفس الوقت سعادتك مش هتتري منك ولا هتنزل ميه لان انت قفلت مسامها. ممكن جربي. انا الايس كريم ده اشيل الكانتالوب واحط مانجا؟ تحط اي حاجه على الطريقه دي. شكرا. اي حاجه على الطريقه. وخلي بالك ان دي طريقه، في طرق تانية من غير كريم شانتيه ومن غير الكلام ده خالص، في طرق تانية سهله جدا. خلينا بالطريقه دي النهارده يا حضرتك. عايزه تغيري الكانتالوب اي فاكهه عندك؟ تمام. الشيف وائل قال لنا اوكي كده. انا بشكرك على اتصالك. الكريم شانتيه اهو فوم معايا اهو. اه هننزل بقى اي نوع بقى ده كده. اي حاجه يا جماعه، اي فاكهه عندنا. اه ده كده شهد. الشهد الايام دي رخيص جدا. اه موجود فعلا. فنقدر نعمل ايس كريم شهد. تمام. نقدر نعمل مانجا، نعمل اي حاجه. ده البيز بتاعي. اوكي. اللي هنزل بيه بالكانتالوب الساقع اهو. سهل الموضوع، سهل اهو. انا نزلت بيه اهو. يبان ان هو مشكله كبيره. لا لا مفيش مشاكل ولا حاجه، ده الدنيا سهله جدا. الموضوع سهل حقيقي اهو. بضرب على الهادي. نركز مع بعض شويه عشان هنعمل احلى ايس كريم بتكلفه قليله. طبعا انا لو رحت جبت البوله دي من بره ب 10 جنيه البوله الواحده. يعني 10 بس. اه شوفي كام 10 بقى موجوده اهو. احنا 5 دقايق امان الوقت. اه خلاص انا خلصت. اه احنا بس بنوريكم، احنا اوريدي حطينا الايس كريم. الشيف وائل كان عامله قبل الهواء وبنوريكم بيتعمل ازاي كمان. هو ده كده الايس كريم يعتبر خلاص. بقعد اضرب فيه كده ثانيتين ثلاثه لحد
لحد ما يميكس الشاهد او الكنتالوب مع الحاجات اللي احنا حطيناها فيه. أوه. كده الايس كريم بتاعي ده القوام اللي احنا عاوزينه خلص. واخد بالك؟ خدي على كده بقى مانجا، موز، فراوله، كل الانواع كلها زي ما انتوا عايزين يا جماعه. يعني عندنا فاكهه في البيت، في مانجا متقطعه في الفريزر ومش عارفين ناكلها ازاي. هنحطها طبعا بدل ده اسمه سوربيه الفاكهه. كل الفاكهه بتتعمل بالطريقه دي سوربيه، لكن في ايس كريم تاني بيتعمل بالكريمه اللباني وبيتعمل بالبيز بصفار البيض. في عندنا الجيلاتي بيتعمل بالميه والجيلاتين. وفي عندنا حاجه بتتعمل اللي هو النسكافيه، القهوه، الموكا، البندق، بيتعمل باللبن والنشا. طب احنا برضو ناخد منك وعد ان احنا نعمل الحاجات دي المره الجايه، كل مره نعمل حاجه ساقعه جديده عشان يعني احنا الصيف ونحب ان احنا نرطب على نفسنا طول الوقت.